بس هل المباراة اللي فيها بتلعب فيها الداخلية، وانت عارف ان الداخلية فرقة يعني درجة ممتاز بيها، صعد دوري ممتاز وهيبقى فيه تكتل، ما كانش المفروض يستعين ببعض اللعيبة المهارية اللي قال بيقول عليها كابتن احمد علشان يفكوا طلاسم هذه او هذا التكتل، لان ده اللي حصل الظهر الثاني. التغييرات، التغييرات انا بتكلم على البدايه. ما البدايه دايما ممكن تبقى لا يعني صعبه احنا عليك. مش عايز كل ماتش يا كابتن جمال، المشكله ان احنا نقعد نقلق. يعني الماتش برضو اللي فات قلقنا، اللي قبليه قلقنا، طب وبعدين؟ بعد ما ايمن احنا عايزين نستريح يا عم من الماتش من الاول. بعد ما ايمن نتكلم نقول لك في بعض الحلول سهله جدا. اتفضل. بص انت يعني الداخليه تكتلت ليه؟ بعد ما جابوا الجول. ايوه. الجول في الدقيقة الثالثة بالظبط، فده كان هيبقى نفس الموضوع لو انت بدأت حتى باللعيبة اللي عندهم حلول شوية. لكن في الآخر هترجع للشكل بتاع انه خلي بالك هو مستر فيريرا أجبر ان هو يغير طريقة اللعب زي ما كابتن أحمد قال النهاردة، لأن هو ما عندوش لعيبة موجودة، عنده إصابات كتير، عنده غيابات كتير في المنتخب، فهو لو عليه هيلعب، لكن ممكن يكون رجوعه للطريقة ده جزء كبير من ان هو عنده ثقة كبيرة في عبد الشافي أولاً، عارف ان هو لعيب كبير عنده تمركزات كويسه وهادي. انما لو سالت اي مدرب تاني وجيت قلت له لو عبد الشافي موجود معاك وجيت تلعبه كسرد باك تالت موجود في خط الظهر يقول لك لا ما اقدرش اعمل ده او اجازف بده. انما دايما هتيجي ثقه المدرب في اللعيب لما يلاقيه المردود بتاعه كويس. وعبد الشافي الحقيقه يعني لعيب كبير بيأدي في مراكز كتيره، انا بالنسبه لي النهارده هو نجم المباراه رقم واحد. طبعا. ما عندوش يعني منافس نفسه تقول ان هو حد يبقى مع عبد الشافي في الصوره يعني. راجل بيلعب باك ليفت بيأدي بصوره كبيره جدا، راجل بيلعب سرد باك ثالث وبتلاقيه بيعمل وبيعدي بالظبط. الجول الثاني هو من شات عملها من شات بالظبط. فهو عبد الشافي بيديك حلول كتير جدا. انما عندنا مشاكل، طبعا عندنا مشاكل. عندنا مشاكل في التحولات، عندنا مشاكل في التحولات. يعني النهارده كنت بوري الكابتن جمال في بعض مواقف المباراه ان في اتنين من لعيبه الزمالك بس بتهاجم وفي تمانية واقفين ورا، دي تعمل لك مشكله خصوصا وانت بتلعب فرقه متكتله لما اتنين بيهاجموا على خمسه او سته. فما بتلاقيش حلول. لكن المهم بالنسبه لنا الحقيقه في الموضوع كله او في المباراه في مجملها في 90 دقيقه ان انت بتعدي دور وبتوصل، ان في الاخر دي بطوله مهمه وفي وقت قصير، ثلاث اربع ماتشات بتكسب بطوله او خمس ماتشات بتكسب بطوله. صحيح. فبالنسبه لي انا في مباراه الكاس ان انا ممكن ادي بنسبه 40 50% واكسب المباراه، انا عايز افضل كده لحد ما اكسب البطوله. لما تكتمل الفرقه وتكتمل الصوره وترجع الاصابات والفرقه كلها تتلم، نرجع نقول ان احنا عايزين نادي كويس وعايزين نادي بالصوره اللي بتليق بنادي الزمالك بالظبط.